لسه بنتكلم مع حضراتكم عن رمضان ونفحات الشهر الكريم. يمكن خلاص المصريين ابتدوا يحسوا انه احنا رمضان بكره، حتى مش بعد بكره. واحنا بنتكلم على رمضان، في خلال الايام اللي فاتت ناس كتير قوي بتتكلم عن حفله قرانيه في غايه الضخامه كانت في دوله بنجلاديش. القارئ المصري محمود كمال النجار، في الحقيقه شفناه في هذه الحفلة وشفنا عدد كبير وضخم جدا من الحضور، من الصعب ان احنا نشوفه في اي حفلات. محمود كامل النجار هو ابن محافظة الدقهلية، تخرج من كلية الدعوة الإسلامية، كمان باحث في الماجستير في كلية أصول الدين من 12 سنة، بيسافر إلى دول الهند، باكستان، الكويت وتركيا. هو دلوقتي معانا على الهواء مباشرة، هنعرف منه تفاصيل أكتر عن الحفلة. شيخ محمود أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة ندى. كل سنة وحضرتك بألف خير ورمضان كريم. حضرتك طيبة وربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير إن شاء الله. يمكن حضرتك عملت أكتر من حفلة تلاوة قرآنية في الهند، في باكستان، في الكويت. هل في اختلاف في الأعداد اللي احنا شفناها في بنجلاديش؟ بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البداية كده اسمحي لحضرتك في المناسبة الطيبة دي بحلول شهر رمضان أحب أهني جموع الشعب المصري حكومة ورئاسة وشعبا، وطبعا بهني أستاذي وشيخي والمربي الفاضل أستاذنا الدكتور أحمد الطيب، طبعا أنا ابن من أبناء الأزهر الشريف. على بشكل خاص أحب أهني أهل قريتي الكرام، فأنا طبعا مولود وعايش في قرية البيضاء مركز تميل الأمديد الأهلية. الحقيقة موضوع الحفلات القرآنية، أنا طبعا بسافر بقالي 12 سنة الحمد لله، والحفلات دي انتهت اتختمت كده من 3 شهور، بقالي 3 شهور بره مصر دلوقتي. كنت في الهند قعدت تقريبا 10 أيام، وبنجلاديش قعدت أسبوعين، ومستكمل دلوقتي رحلتي القرآنية والحفلات القرآنية في باكستان. طبعا بالنسبة للجماهير بره مصر أو جماهير في جنوب شرق آسيا بصفة خاصة، الناس دي عندها تقديس غير عادي للقرآن الكريم. بمعنى يعني مثلا الناس دي حاسة إن إحنا كمصر والسعودية والإمارات ودول العرب أو الشرق الأوسط شايفين إحنا قرايب الصحابة، إحنا نسل الصحابة، إحنا حاجة كبيرة أوي في عينيهم بصفة عامة لكل الشعب المصري أو الشعب العربي، وخاصة بقى لو احنا قراء او علماء او حاجة لها علاقة بالدين، سواء قراء او علماء او لهم او رجال الدين. فطبعا من خلال النظرة دي منهم لينا احنا بنروح كقراء مصريين بنلاقي تعظيم وتوقير بشكل يعني مبالغ فيه. طب الناس دي يمكن طب شيخ محمود، الحضور بالعدد الضخم ده، هل انت كنت متوقع انه بما ان حضرتك عملت اكتر من حفله في اكتر من دوله، هل كنت متوقع العدد ده؟ هل كان في كواليس مثلا بتدل على ان هيبقى فيه الحضور الضخم ده؟ وحضرتك بتتكلم واحنا يمكن قلنا ان حضرتك فعلا بقالك 12 سنه بتسافر لاكتر من دوله. بالنسبه للحضور ده احنا انا الحمد لله حضرت حفلات كتير جدا زي دي واكبر من دي كمان، لكن سبحان الله ربنا اللي اراد للحفله دي ان هي تظهر للناس والناس تشوفها. والحفله دي خاصه كان لها تحس ان لها يعني لها احساس خاص كده في حته ان احنا يعني تحس ان هي شبه حفله الحفله حفلات الموسيقى والحاجات دي من خلال تحضير المنظمين للحفله. لكن الناس دي عندها حته فكره الحفله القرانيه وقارئ عربي او قارئ من دول العرب جاي يقرا، فالناس دي عندها استعداد غير عادي، النساء والرجال والاطفال كل الناس حاضره عندهم ان اليوم ده عيد. فانا كنت متوقع ان العدد هيبقى كبير قوي بس مش بالشكل ده الحمد لله. يعني الحقيقه شكل يفرح اولا، وشكل يحسس قد ايه الواحد عليه على عاتقه مسؤوليه كبيره لازم يكون قدها، وحاجة ثالثة كمان إن إحنا أنا بمثل دولة. دولة إزاي؟ إن أنا أظهر بالشكل اللائق باحترامي للقرآن واحترامي لمهنتي كقارئ واحترامي لجنسيتي كمصري، إن أنا راجل بقدم منتج
معروف من عشرات السنين، من سنة 50، من أيام الشيخ عبد الباسط والشيخ المنشاوي والناس القديمة دي كلها، الناس دي أدت أداء كويس، فإحنا لازم نمشي على خطاهم، لازم نكون إحنا في المجال نحترمه، لازم نكون امتداد ليهم حتى لو على قدر إمكاننا وقدر استطاعتنا، كله باستطاعته وكله على قدر ما هو إيه يجتهد ويسعى في المجال إن شاء الله. طيب شيخ محمود، احنا يمكن كنا بنتكلم قبل ما اقدم حضرتك عن نفحات الشهر الكريم، ويمكن خلاص المصريين بدأوا يستعدوا لاستقبال هذا الشهر المعظم. محتاجين الناس اللي بتسمعنا دلوقتي والناس اللي بتشوفنا في مصر وفي الوطن العربي نستمتع بجمال تلاوة حضرتك. تحت أمرك حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الشيخ محمود النجار، في الحقيقة يعني ربنا يبارك في صوت حضرتك، وإن شاء الله تحقق كل شكرا حضرتك شكرا جدا. بتحلم بيه. احنا في الحقيقة استمتعنا جدا، وإن شاء الله نشوف حضرتك في نجاحات أكتر وتحقق فعلا كل الأمنيات اللي أنت كنت بتتمناها. كل سنة وحضرتك بألف خير. القارئ الشيخ متشكر محمود جدا يا فندم، النجار، شكرا متشكر جدا جزيلا لحضرتك.